ثانيا تلاوة تقرير أدبي لدورة يوميو، ثالثا تقرير حول البعض الجهوي الكامل لمنتوجات تقليدية بالناظور، رابعا إطلاع على الحساب الإداري للغرفة بسنة 2000 برسم سنة 2014. وقبل أن أسرد على حضراتكم أو أن أنتقل إلى جدول أعمال هذه الدورة، لابد لي زاوية منذ بداية الولاية إلى نهايتها بكل وطنية وبكل مسؤولية وبكل تضحية ما حققناه في هذه الولاية التي تعتبر هذه الدورة آخر دوراتها، والتي نعتبرها حافلة بالمنجزات. وأبرز ما عرفت هذه الولاية هو تدشين المركب للصناعة التقليدية من طرف سيدنا منصور بالله. هذا المركب الذي نفتخر به جميعا، أطر ومنتخبين وسلطات إقليمية وسلطات محلية ووزارة روسية ومندوبية وكل المتدخلين، ناهيك على عدة مشاريع كبرى رأت النور وأخرى في طريق إن شاء الله أن ترى النور. وهذا بطبيعة الحال بفضل مجهوداتكم وبفضل مساهمتكم وبفضل صبركم وبفضل تماسككم. هنيئا لنا جميعا يا الإخوة والأخوات، هنيئا لنا جميعا. وأنا بدوري وباسمي الخاص أود أن أشكر كل الزملاء أعضاء الغرفة الذين سندوا وكانوا بجانب الرئاسة إلى آخر يوم في هذه الولاية. وهذا اليوم الذي نعتبره حقا دورة ليست كباقي الدورات، تحوز في نفوسنا هذه الدورة نعقدها ونحن يعني قلوبنا مليئة بالفرح وفي نفس الوقت مليئة بالأسى والحزن، لأن هناك من سوف لا يحالف الحق، وهناك من سوف لا يعود إلى هذه القاعة، وهناك من سيرجع ليساهم ويدبر ويشتغل خدمة للقطاع والوطن العزيز. مرة أخرى قبل أن أتطرق حضرات السيدة أستاذ إلى جدول الأعمال، أريد وبقلب مفعم أن أشكركم حضرات السيدة أستاذ الأعضاء المحترمين. صراحة أنه ما رأينا منكم في هذه الولاية إلا المؤازرة والمثابرة والعمل الجاد والإخلاص في العمل، وهذه الحصيلة التي هي في سجل غرفة الصناعة التقليدية هي تاج ووسام كبير في كل جبين السادة الأعضاء والأطر. هي حقة حصيلة مميزة، حصيلة كبيرة يشهد بها الخاص والعام، فهنيئا لنا جميعا بما حققناه في هذه الولاية. ملتمسا منكم جميعا أن أتقدم في العذر إذا كانت هناك بعض الهفوات أو كانت هناك بعض التقصيرات، فأستسمحكم وأتمنى إن شاء الله للإخوان النجاح والتوفيق في الاستحقاقات المقبلة. اعتبارا لجسامة واحد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما تساب رئيس أعضاء هذه الغرفة خلال هذه الفترة كل جهوده وطاقته من أجل البحث عن أنجح وأفضل الطرق لمعالجة جميع المشاكل التي تقف حاجزا أمام الصناع التقليديين بهذه المنطقة، وكذا تمثيلهم دوليا ووطنيا وجهويا ومحليا والدفاع عن مصالحهم. وهكذا قام المكتب الإداري للغرفة بعدة أنشطة وحضور عدة لقاءات واجتماعات والتي تم من خلالها تقديم تصورات مؤسساتنا حول المواضيع المطروحة للتداول إغناء النقاش، بالإضافة إلى معالجة قضايا ومواضيع مرتبطة بهموم القطاع والمنتسبين إليه.
وهكذا فقد تميزت هذه الفترة بمشاركة الغرفة وحضورها في عدة أنشطة على الصعيد المحلي والمركزي، كان أهمها مشاركة الطاقم الإداري في الدورة التكوينية التي نظمت لفائدة أعضاء الخلايا المحلية لشارات الجودة، وذلك يومي 17 و18 من شهر فبراير 2015 لمقر دار الصانع بالرباط. حضور اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والذي خصص لعرض برنامجها برصد سنة 2015 وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015 بمقر عمالات الناظور. حضور اجتماع بمقر الوزارة خصص لتدارس أنشطة المركز المندمج للصناعة التقليدية بالناظور وذلك بالتاريخ 5 مارس 2015. المشاركة في اجتماع اللجنة مربع، فأما فضاءات العرض بلغت 10,100 مربع. شنط عدد الهائل من المشاركين حوالي 70 ورق، 90 ورق موزع، 70 ورق موزعين على الأزمة من 80 عارض وعارضة في حيث مختلفة. وكذا عرفت هذه التظاهرة أيضا مشاركة 22 جمعية وتعاونية منتسبين للدائرة الترابية للغرفة والحرفيين الآخرين قدموا من مختلف أنحاء المملكة لهم مميزات ورقة التحضير. شكل نسبة الصناع التقليديين الحضاريين 60% ونسبة الصناع التقليديين الكرويين 40%، وقد فاقت نسبة المشاركة النسبية في الكرويين. وقد عبرت هذه أن المنتجات التقليدية والحرف الفنية التي تسهر بها المدن المشاركة في هذه التظاهرة على أقل الصناع التقليديين وإبداعاتهم الرائعة التي نالت إعجاب الزوار الذين بلغ عددهم أكثر من 7,000 زائرين. كما خلف هذا العرض هذا المعرض رواجا تجاريا مهما، حيث بلغ حجم المبيعات تقريبا 80 بالنصف. وطيلة فترة المعرض كان أعضاء وطرق الغرفة دائم التواجد في مقر المعرض من أجل تتبع الكيفية التي تقوم بها عملية تنظيم وتنشيط المعرض والوقوف عند أي خلل من أجل التقويم والإصلاح. كما عرف المعرض طيلة أيامه فقرات التنشيط متنوعة ساهمت بجلب العديد من الزوار وترفيههم وتسليتهم أثناء جوالهم في المعرض. ملاحظات دابا أنا تعرف باش غادي نقول ملاحظات، حنا هاد الشركة جربناها وهاد المقاول جربناه، دابا كان كيدير المعرض مزيان ولكن كان خص اللجنة ديال اللي كانت مكلفة كان خصها هذيك اللحظة كاين عندنا سرقة اليوم خصنا ندير اجتماع باش نبو لو سيكوريتي ونبو المقاول ونعيطو عليه، ماشي حتى تاع المغرب عاد نبقاو تسرق لي راه دار لي راه كدا، راه حتى داك العارض ما غاديش يشحن الاحتمال واش المنتوجات ديالو باش غادي نقولو بالفعل تسرق له. هذا هو اللي كيبان لي الخطا ماشي ديال المقاول، كيبان لي الخطا ديال اللجنة اللي كانت ساهمة على المعرض. شكرا. ولكن هاد الملاحظات داروا ما عرفت، يعني هذا هو السؤال عندي واحد على هاد الاستفهام. حنا صراحة هاد المقاولة هاد العام عندها جوج ديال الميزات، عندها الميزة ديال الأمن، عندها الميزة ديال وجبة الغداء متميزة. الأمن حنا درنا معاه واحد العدد وجاب واحد العدد وبنفس البغي اللي كان داروا في المارشي ديالو. حنا درنا معاه 12 نفر، 12 عنصر ديال الأمن، زوج في الباب و10 يعني داخل في الفضاءات ديال المعرض. حسبت واحد النهار لقيت 25 إليمون، 25 كلهم لابسين الزي وبلي راديو ديالهم، زعما الأمن كان في واحد المستوى عالي. ولكن هذه الملاحظات استغربت على إلا دابا جبت ودي صعوبة، كانت عنده إزاء أخرى هو يعني الأكل يعني وجبة الغداء كانت متميزة بشهادات، لان انا كنت كل مره كندوز على الحرفيين واش ديتو مزيان كيدعي وكيشكرو، ولا يعني تناولت هذيك الوجبه جوج ولا ثلاثه المرات، كل مره كنتناولها يعني اكسبري باش نشوف الجوده ديال الامور اللي كتحضروا فيها كنشوفها. فاذا كان شي ملاحظات والله سجلوها ونصيفطوها كتابه لرئاسه الغرفه واللي صاروا على عمليه الغرفه. إذن هذا هو الموضوع. شنو بالنسبة للقدام؟ فالملاحظات ولا ماشي شخص ولا تا معارضة المشروع ولا كذا، هذا لا ينقسم العمل، فكاين شي عمل ما كاينش ملاحظات.
الحاله كاين اختلاف التوجهات واختلاف الاراء يعني حتى هي كتفرضوا هذا النوع من الاختلاف الرؤى واختلاف النظريات وخصوص الاشياء فكانت تما زعما ما قلتو به لا على مستوى المعارض لا على مستوى التسيير لا في الحقيقه حتى حنا كسلطه محليه استضفتونا عده مرات وغتستضفونا ان شاء الله الا بغيتو في بالنسبه لما يسمى بالتكوين اللي كنديروا اعضاء ورؤساء المكاتب اللي كيجي غادي يحضروا الانتخابات دونك دابا حنا على ابواب الانتخابات المهنيه اللي غتكون ان شاء الله من شهر 8 او 9 في القمر اذا بقات الجدول هي هذه نتمنى التوفيق الناس اللي غادي يتم عاوتاني تزكيتهم من جديد وزعما يقول لي راه شغل الخير زعما غادي يكون بالنسبه لهم شرف الناس عاوتاني كذلك اللي ما غاديش يتسنوا الظروف كذلك راه عندها واحد المهمه كيقولوا النيه زعما النيه باش افضل من العمل فزعما على الجميع الصراحه الله انتم باش نقول لكم بصراحه زعما بدون نفاق معارضه اعضاء موظفين مسؤولين زعما كنتو نموذجيين كنتو زعما متميزين بصراحه حتى ملي كتدخل كتدخل مرتاح راه شي مرات بوجود مولانا الامام مولاي امير المؤمنين حامي حمى المله والدين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده يتشرف خادم الاعتاب الشريفه السيد محمد قدوري رئيس غرفه الصناعه التقليديه لاقليم الناظور والدريوش اصرت عن نفسك ونيابه عن باقي الساده اعضاء مجلس الغرفه واطرها وموظفيها وباسم كافة الصناع التقليديين المنتمين للدائرة الترابية لإقليم النوض والدريوش أن يتقدم إلى السدة العالية بالله بمناسبة إنعقاد دورة جنون العادية لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لإقليم النوض والدريوش برصد سنة 2015 يومه الثلاثاء 28 شعبان 1436 هجرية الموافق ل 16 من شهر يونيو 2015 ميلادية بأسماء آيات الولاء والإخلاص مبتهلين إلى الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يمكنكم من شعبكم الوفي ذخرا وملاذا وقدوة ومنارا. مولاي إن أسرة الصناعة التقليدية بإقليمي الناظور والدريوش تعتبر نفسها فخورة بالأمجاد التي تحققت في ظل عهدكم الميمون المتميز بالتحديات والمنجزات في سبيل إقرار التنمية الشاملة لهذا البلد الأمين وتعرض لجلالتكم عن تأييدها المطلق للمواقف والمبادرات الحكيمة والشجاعة التي تتخذها جلالتكم على هدى من الله وتوفيق منه لترسيخ النهج الديمقراطي القويم ودعم دولة الحق والقانون حتى يتحقق لشعبكم الوفي الرقي لأعلى المراتب والدرجات واعتزينا بتشجيعكم المولوي السامي للمنتمين لهذا القطاع عبر ما تولونه لهم من اهتمام بقضاياهم وتتبع لأحوالهم حفظكم الله يا مولاي بالسبع المثاني وأمدكم بنصره وعونه ومتعكم بموفور الصحة والعافية وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وبسنوكم السعيد الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه بالدعاء جدير وبالاستجابة قدير والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته أقرر بالناظور يومه الثلاثاء 28 شعبان 1436 هجرية الموافق للسادس عشر يونيو 2015 ميلادية خطيب الأعتاب الشريفة السيد محمد قدور. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت عندنا آخر دورة في الولاية ديال الانتدابية ديال الغرفة الدورة العادية كنجدو العمل ديالها بطبيعة الحال في العدد ديال النقاط جد مهمة فطبيعة الحال أنه الإخوان الأعضاء حضروا في الوقت المحدد للدورة الدورة مرت في جو من المسؤولية السيد عامل صاحب الجلالة اللي كان غادي يحضر مع الدورة شخصيا ولكن نظر لواحد الطارئ ديال الدفن ديال الأخ ديال زيوب صفت منين هو عليه جدًا بهذه المناسبة كنشكر كل السادة الأعضاء ديال غرفة الصناعة التقليدية على كل ما قاموا به في هذه الولاية حاصلة جدا متميزة بشهادة الجميع فكنهنيهم أولا كنهني نفسي معهم على الحصيلة المميزة اللي من بين ما يعني النتائج اللي حققناها في هذه الولاية هو هذا المركب الجميل اللي حنا الآن كنديروا التصريح أمامه واللي سيدنا الله يسرع عطى الانطلاقه ديالو هذا غادي يبقى بطبيعه الحال واحد المسار مع الجهدين ديال كل الساده الاعضاء اللي حققوا في الولايه هاد
هذه من الكسب العظيم. كذلك هناك عدة مشاكل كانت تحل بهذه المؤسسة يوميا، سواء لسكينة الإقليم بصفة عامة وسكينة زيو بصفة خاصة اللي طريقها لأنني من هنا مدينة زيو. كذلك يعني واحد العدد ديال البرامج من بينها المعارض الجهوية، ولهذا اليوم كان عندنا نتطرق للأعمال في قرار حول المعارض الجهوية، واحد العدد ديال البنية التحتية في مدينة زغنغان، في مدينة بني سدال، في مدينة دريوش، في جرماوس، واحد العدد ديال المدن في مدينة زيو اللي الحمد لله استطعنا باش نوصلوا يعني اللمسات الأخيرة على القرية، كذلك الحي الصناعي اللي كما لاحظتوا في المعرض أنه كانت اللوحة المتوفرة. إذن باختصار أننا كان نقدموا يعني كنقدموا الاعتذار ديالنا للجميع، سواء كانوا حرفيين أو موظفين، إذا كان صدر منا شي تقصير. وكان تمسوا كذلك بين الصناع والصانعات باش يسامحونا إلى يعني قصرنا في حقهم. كنتمناو كذلك الإخوان اللي غادي يعني يشاركوا في العمار ديال الاستحقاقات أنهم يجبوا إن شاء الله باش يتوفقوا في المهام ديالهم. الإخوان اللي ما توفقوش راه كما قلت خلاو واحد الحصيلة جد متميزة، وهي غادي تكون واحد المسامعة. كذلك لابد لي أن نوجه تحية لكل السلطات الإقليمية وكل العمال اللي تعاقبوا على 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 إقليم ناظور، كذلك كل الوزراء اللي تعاقبوا على وزارة الصناعة التقليدية اللي حقا اشتغلنا في واحد الجو من المسؤولية مع هؤلاء رجالات الدولة، والسادة كذلك رؤساء المصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية ديال إقليم ناظور اللي كانوا دائما يعني كيتفهموا لما كنعرضوا القضايا ديال السكان ديال المواطنين. تحية كذلك للصحافة الإقليمية، كل المواقع الإلكترونية زي سيتي ناظور، سيتي اليسار، سيتي ناظور توداي، كل المواقع الإلكترونية المتواجدة اللي كانت بطبيعة الحال من حين إلى آخر يعني كتغطي الأحداث ديال الأنشطة ديال غرفة الصناعة التقليدية. تحية للأطور، تحية للسيد المدير الإقليمي، تحية لكل من ساهم معنا من قريب ومن بعيد، تحية حتى الإخوان اللي قدموا لنا انتقادات، لأن بديك الانتقادات ديالهم وهذيك المعاكسات ديالهم هي اللي جعلتنا باش ننجحوا في المهام ديالنا. اليوم كنعتقدوا أن كملنا المهام ديالنا، آخر دورة في الولاية مرت بسلام الولاية الحمد لله وشكرا لك. تحية لكم أنتم كذلك زيو سيتي والنت، تحية لكم كذلك أنتم زيو بليسار سيتي، تحية لكل السكان ديال إقليم ناظور بصفة عامة وإقليم دريوش، شكرا لكم.